الشوبينج. طبعا بعض الناس اكيد يعني والسيدات بالاخص طبعا من القصه بتاعت التسوق بالنسبه للسوبر ماركت ده رقم واحد عندهم. ما ينفعش اي راجل كده يقول لك ايه انا هنزل اروح السوبر ماركت مثلا، بالنسبه لي مشوار ما بحبوش، مشوار تقيل على قلبي، انا حاسس كده ان الموضوع بالنسبه لي لا هو مخصص بس للسيدات او للبنات يعني. هنا بقى قرر رئيس البلديه اللي موجود في اوساكا في اليابان قال ايه بقى؟ قال ان ممنوع اي بنت واي سيده تنزل تشتري اي حاجه من السوبر ماركت، وكمان اللي ينزل يشتري اي حاجه من السوبر ماركت يبقى من الرجال او من الشباب يعني بس. الموضوع برضو غريب شويه وما لقاش قبول عند بعض البنات والسيدات، وكمان كان في بعض المشاكل. طيب انت رايك في الموضوع؟ طيب عشان انت متحيز برضو هو ما خدش القرار، هو اوصى او يعني وجه كده كلامه للناس انه يفضل ان الرجاله هي اللي تذهب للسوبر ماركت بدل السيدات عشان هم بياخدوا وقت اطول. ده في مدينه اوساكا، رئيس بلديه مدينه اوساكا اليابانيه هو يعني كان شايف انه الستات لما بتنزل السوبر ماركت بتاخد وقت اكبر بكتير قوي في الشراء من الرجاله. هو اسبابه وقال اسبابه طبعا هو عنده اسباب يقول زي ما هو عايز، بس كلها منطقيه. انا كمان عندي اسبابي. هي منطقيه ازاي؟ يعني اولا الستات لما بتنزل تشتري حاجات من السوبر ماركت طلبات البيت هي ما بتبقاش يعني لا بتبقى بطيئه ولا بتتدلع في الشراء. بتفاضل ما بين المنتجات، بتشوف ايه الاوفر، ايه الارخص، ايه الافضل، ايه الاحسن، ايه المنتج الصحي اكتر. انت اخدتي وقت تقولي الكلام ده حتى دلوقتي؟ يعني ما انا بقول لك هي ليه؟ عشان هي بتعمل شفت بتاخد وقت ليه بقى؟ لان هي بتعمل كده، بتشوف العروض، بتشوف ايه الحاجات، لانها في الاول وفي الاخر بتوفر لجوزها ولبيتها وبتجيب الحاجه الاحسن. لكن الراجل مثلا لو طلبنا، لو ست طلبت من جوزها ان هو ينزل يشتري طلبات السوبر ماركت، هو ممكن تبقى مدياله لستة مثلا من 10 حاجات ويروح يجيب 3 4 حاجات وينسى الباقي. انتوا ما بتهتموش قوي بالتفاصيل زي ما احنا بنهتم بيها.